والله انا تقريبا معناها نحب تفسير الرؤى والاحلام، فهمت؟ عندي موهبه فيها وعندي الهام، فهمتني؟ وعندي معناها فما اسس وفما معناها ارضيه مهيئه، معناها فهمت؟ من قبل نحب اعمل لي صغيره، فهمتني؟ وديما نتبع فيهم الكل، تعلمت منهم بالقدا، فهمتني؟ شنو الباز نتاعها هذا؟ الباز هو القرآن والسنة، يعني هو الحل. الرؤية تأتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الرؤية على رجلي الطائر إذا عبرت وقعت، فهمتني؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقكم حديثا أصدقكم رؤية، فهمت؟ والإنسان معناه الرؤية هي ضرب أمثال من الله عز وجل عن طريق ملك، فتكون معناه تبشيرا أو تحذيرا، فهمت؟ يحذرك ربي، فك الرؤية ذيك شنو باش يصيرلك في المستقبل، رد بالك منه، ولا فما حاجة باش يبشرك بها ربي سبحانه. تجي في شكل رموز، فما الرمز وفما القرينة، نحن نفك الرمز والقرينة، فهمت؟ معناه كلها تستند على الأحاديث والآيات القرآنية، وتستند على الأشعار، وتستند زادة على الأمثال، فهمت؟ وكل بلد انشي كل بلد وهو وكيفاش يتفسر، مش كيما تفسر في تونس كيما تفسر في السعودية كيما تفسر في الهند، كل بلاد ورتالها، معناها مش الرمز كيما عنا نحنا كيما عندهم هما، يختلف. هذيك ما نحبش نيخو راجل يصرف عليا ولا اعطيني ذيكا ولا قد لي ذيكا ولا لا شنو انا باش نيخو راجل معناها يوكلني ويشربني ويلبسني، لا مش هذيك البغية متاعي، معناها الهدف متاعي اللي انا نقف على ساقي وانا نوفر روحي كل شيء، نوفر روحي كرهبتي، نوفر روحي داري، نوفر روحي مستلزماتي الكل. الراجل ماهوش هو اللي نستنى فيه هو باش يجيب لي لا ها، ماهوش نقطة مهمة في حياتي الراجل. دونك انا خذيت راجل وجبت منه طفل عمرها 17 سنة توا حاليا، وطفلة 12 سنة، فهمتني؟ اللي يبكيو عليه العباد، انا عندي عرس عمري 18 سنة، فهمت؟ توا عمري 36 سنة، معناها اللي كل واحد وفكر، وانا نحب نأطر روحي ونقف على ساقي وكل شيء نعمله وحدي. معناها انا تو عمري 36 سنه ما نتذكرش روحي، مديت يدي الانسان، بالعكس انا اللي نعطي وانا اللي نعاون، وديما انا اليد العليا مش اليد السفلى، فهمت؟ ديما نعاون في العباد وديما واقفه مع العباد، وان شاء الله ربي يخلينا ديما هكاكا، فهمتني؟ معناها انت تو باش تمشي تقرا، باش تمشي تعمل فورماسيون، باش تمشي تعمل حاجه؟ اي انا ديجا اونكور، معناها فهمت؟ عم فيها في الدار، معناها والله برام صحبه راجل معرس، شو نقول لك؟ هي تفكيرها هكاك، انا ما دخلنيش فيها، هي تخمم بالطريقه هذيك، تحب تاخو راجل تفك المرتو، فهمتني؟ هذيك مخها شقلها، فهمتني؟ خاطر هي ما لقاتش الفرصه، معناها فهمت؟ كي لقات فرصه باش تتزوج ولا لقات راجل يرضى بها ولا تتفاهم هي وياه ولا، فهمتني؟ خذيت وقتها، راهي ما نتصورش كونها هي دارت براجل معرس بمرض. هما النساء اللي ياخذوا معناها يمشيوا للرجال معرسين يحبوا يعملوا معاهم علاقه، يستغلوا الفرصه نتاع يقول لك الراجل هذايا عنده برشا مع مرته، يقولوا نحن 15 20 سنه، دونك فد منها، فهمتني؟ وتبدا برشا مشاكل وبرشا ستريس في الدار، واعطيني مصروف وكذا، وهو معناها يبدا ما يحبش يعطي ولا كذا، تولي هي تستغل الفرصه هذيك، فهمت؟ نتاع المشاكل ونتاع الكل، تولي هي تاخو اسلوب اخر، فهمتني؟ في المعامله مع الراجل هذاك، فهمتني؟ باش هي تولي تبعده مثلا على راجلها، تبعد الراجل على مرته، فهمتني؟ باش توريه وجه اخر، فهمتني؟ تكون هي صديقه حميمه، تفهم مشاكله وتتفهمه، تكون هي الزر لحنين، تكون هي معناها السند نتاعو، فهمتني؟ هي تستغلك الثغره هذيك، معناها كالنقص الموجود، هو ناقصه الموجود اللي ناقصه، فهمت؟ خاطر هو باش يدخل الدار ديما مشاكل، ديما صغار وحس ومرته هات هذيك مد هذيك، علاش ما عملتش هذيك، امك عملت لي، اختك قدت لي كذا، فهمتني؟ هو اللي تيقر ويفد من الوضع التونسي ووضع متاع مرته، فهمت؟ تولي هي تمشي لك النقطة، تولي هي تمشي للنقطة هذيك، فهمتني؟ نقولوا نحن ترقد حلفة باش هي توريه وجه آخر اللي هي خير من مرته، واللي هي تنجم تفك بلاصة المرأة الأولى، فهمتني؟ تخبط عليه ولا تخبط عليه، واللي هو يخمم فيها يقول هذيا محلاها خير من الأولى، واللي يعمل مقارنة بين الأولى والثانية، فهمت؟
وبعد يتفاجئ اللي هي بعد ما يطلق مرته الاولى وياخذها يتفاجئ اللي هو ما نسى كيف بعض معناها وجه السوق هذاك ولا وجه السوق يتفاجئ اللي هي معناها لعبه ولعبتها ونسى الكل كيف كيف نسى الكل تتنرفز نسى الكل تعيط نسى الكل تصيح نسى الكل تحب هات هذيك شري لي هذيك عمل لي هذيك فهمتني نسى الكل كيف كيف انت كيفهم ولا كيما نسى الكل من ناحية كيف تتنرفز تتغشش طيب أكيد أنا نتنرفز نتغشش ما في حدود معناه كل إنسان معناه يلزم حدود فهمت يكذب عليك يقولك إنسان ما يتغشش ولا ما يعيطش ولا ما يخرج على سينتو شوية أما ديما فما ليميت فما إنسان ديما يلزم حدوده معناه فما قدر ما يزموش يتيح ما بيناتهم معناها الحد الأقصى ولا فهمت